أنا علاء فضلون، مدير تشغيل مطعم جميلة. جميلة ده أول فرع، إحنا لسه يعتبر سوفت أوبنينج، إحنا تقريباً لينا شهر سوفت، فتحنا من عيد الأم لغاية التاريخ ده، فلسه ده أول فرع لينا إحنا. الشيخ زايد فيها منافسة وفيها التارجت اللي احنا عايزينه وفيها مطاعم لبنانية، واحنا دخلنا في المجال ده وخدنا الكونسيبت ده، بس ضايفين حاجة جديدة ممكن ما تلاقيهاش في المطاعم التانية، وبناء عليه خدنا اللوكيشن ده، وقريبا كمان يعني ان احنا نفتح فرع تاني، ده هيكون في خلال 3 شهور ان شاء الله. المنيو عندنا مختلف، هو كونسيبت لبناني بس احنا واخدين من الاكل التركي، واخدين من دول الشوام. الحاجة الجديدة اللي احنا ضايفينها ان احنا عاملينه بتست مصري، يعني استغلينا الستيك، عاملين ستيك شارلون، ده ستيك بالجبنة بالطرب، ده ايتم مش هتلاقيه غير عندنا احنا. عندنا السورهات سواء باختلاف انواعها، في كفتة، في شيش، في سواري جمبري، دي احنا عاملينها كفكرة السوشي بس قطع بيس الصغيرة او زي الكنابيه للناس اللي هي ايه مش عايزة تاكل كتير. المنافسة هنا في الممشى قوية جدا جدا، فأنا حبيت أعمل منيو أترجت فيه جميع الأعمار، يعني أنا لو أنا مطعم لبناني بحت هيبقى الأعمار بتاعتي ما فوق 40 وعائلات. أنا بحاول برضه أبص للشباب اللي عايز يخش مطعم وياكل حاجة خفيفة، فليه ما ياكلش برجر بس بالطريقة اللبناني، ليه ما ياكلش بيتزا بس بالطريقة اللبناني. فإحنا منوعين مش الأكل، أنا بترجت مين؟ أنا عايز الشباب وعايز العائلات وعايز كبار السن وعايز كل الفئات تكون مستمتعة لما تيجي تاكل هنا. سر اسم جميلة، والله هو ده عمل جماعي ما بين الأونر ومدير التشغيل والستاف هنا، لأن في حاجات كتير تمت في المطعم ده بالمشاركة، ما كانش لحد ليه رأي معين، لكن الاسم بحتا كان لابن الأونر الأستاذ أحمد مواس، هو الأونر هو اللي كان مختار الاسم. عدلنا عليه بس شوية حاجات، لأن احنا فعلا بنسعى في مكان تخش وتحس بالجمال في كل شيء، مش في الأكل بس وفي السيرفيس، في إنك قاعد مرتاح شايف الناس بتضحك، المكان بنسعى للجمال مش أكتر من كده. هنعمل حفلة في العيد إن شاء الله، هنعمل أكل، بنبحث أنا والشيف نعمل برانش، ده حاجة ما بين البريكفاست واللانش، وتعتبر أول مرة تتعمل في زايد، فربنا يسهل. يعني سعيد ان انا تعرفت على حضراتكم وشايف الطريقه اللي بتادوا بيها طريقه بروفيشنال، وربنا يوفقكم وشكرا انكم شرفتونا هنا، ده شرف لينا احنا يعني.